بنتيجه 3-0. وزي ما قلت لحضراتكم مدير فني الكره الطائره رجال مستر فرناندو مونزو الاسباني هو اللي بيقود الفريق. انا اسف المباراه كانت على صاله نادي الشمس، دي صور المباراه اللي كانت في صاله نادي الشمس. فريق الشمس فريق محترم جدا جدا. نتائج المباراه خلصت 25-15 25-17 25-19. احنا ماشيين الموسم ده بشكل كويس، ولكن حتى الان مفيش اختبار حقيقي. انا واضح معاكم، احنا هنا مش بس بنقول الوضع الفرقه، ولكن بنقول لكم كمان ان ايه، ما عندناش اختبار حقيقي حتى الان اللي بيكون دايما مع منافسنا التقليدي الا وهو نادي الزمالك. فرقنا هيلعب، فرقتنا هتلعب الماتش اللي جاي، وده هيكون الاخير في دوري المجموعات، وهيبقى مع نادي ديلفي ان شاء الله عشان نتاهل للدور اللي بعد كده. طب كاميرا الابطال ما كانتش موجوده في الماتش ده، الحقيقه كانت موجوده في ماتش نادي الترسانه اللي كان قبل ده على طول. عملنا تقرير الاول قبل ما اروح للتقرير، خليني بس واقف على الصوره دي. الصوره دي يا جماعه لجناح اسبانيا داخل النادي الاهلي، يعني من الشمال لليمين كده، ناخدها من الشمال لليمين. مستر اجوستي طبعا هم كانوا بيتناولوا العشاء. الصوره دي طبعا كانت موجوده على السوشيال ميديا، انا عايز اوريكم بس الصوره دي قبل ما اروح للتقرير. مستر اجوستي بوش على الشمال، المدير الفني لكرة السلة رجال. بعد كده مستر داني رئيس قطاع الناشئين والناشئات الأسباني أيضا لكرة السلة. بعد كده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني لكرة اليد. وبعد كده مستر فرناندو مونزو يعني مدير الفني لكرة الطائرة رجال. اللي انتوا شايفينه ده يعني مدرسة الأسبانية النهاردة بتقود الألعاب الجماعية، يعني مش عايز أقول لكم أنه طبعا في مدرب حراس مرمى كمان في فريق كرة اليد لوزيرت من كرواتيا موجود، بس هو مش في الصورة، ولكن ده الجناح الأسباني، وده وضع طبيعي. أنا بس عايز الصورة دي لها كذا معنى. أولا التواصل اللي انتوا شايفينه ده أكيد هم أسبان، وأكيد هم بيعتبر مصر بالنسبة لهم طبعا، هم عايشين هنا بلد تاني بالنسبة لهم، هي بلدهم أسبانيا في الغربة زي ما بيقولوا يعني. فالنهاردة عشان يتحركوا ويتجمعوا مع بعض كده ويتحركوا ويروحوا يتناولوا العشاء في أحد الأماكن، معنى كده إيه؟ معنى كده إنه رسالة كبيرة جدا في كل حتة. أولا إن مصر بلد الأمن والأمان، الحمد لله بنتحرك براحتنا، بنروح بنيجي، وده حاجة مفروغ منها، مش محتاج كمان أقول على الصورة، لكن إحنا بنشير يعني سريعا. الحاجة التانية إنه في حالة رضا النهاردة لما تلاقي مستر أجوستي بوش بينقل تجربته، لأن مستر أجوستي أول واحد فيهم كان متواجد جوه النادي الأهلي، يمكن ديفيد جه بعد منه، وفرناندو جه بعديهم، وداني جه بعديهم كمان، يعني جه كله جه بعد مستر اجوستي، فكل واحد بينقل تجربته، لا ده انا كذا، لا ده حصل معايا، لا ده النادي الاهلي. فالنهارده ده سمعه كبيره جيده جدا للنادي الاهلي في كل حته. خاصه ان اسبانيا بتقود اوروبا النهارده في الرياضه. النهارده اتفرج على اسبانيا في كل الالعاب اوروبيا هي رقم واحد، يعني يوم ما بتبقى في اخفاق بتبقى رقم اثنين. فالنهارده دي صوره ليها معنى كبير جدا جدا، معنى كبير للنادي الاهلي ومعنى كبير لمصر كمان، لانه النهارده دي اكيد بتنتشر في كل مكان، اكيد هم حطوها على السوشيال ميديا، اكيد اتحطت في كل مكان، والحقيقه دي يعني صوره حبينا نشاركها مع حضراتكم. خلينا نروح للتقرير بتاعنا اللي كان مع الفريق الاول لكره الكره الطائره في مباراه الترسانه، سجلنا مع بعض من الجهاز الفني واللاعبين، تعالوا مع بعض نشوف قالوا ايه. نبدأ بالصغيرين عادي طبيعي، كلنا جنب بعض عادي، ما فيش يعني حد كبير في الفولي، يعني كلنا متكاتفين، وقدرنا طبعا ناخد الجيم في الاخر وحسمنا المباراه الحمد لله. بس وارد يعني يكون في اخطاء، يعني احنا لسه جداد برضو على بعض، فاللعيبه لسه بتنسجم، احنا لسه في بدايه الموسم، وطبعا مع الاجهاد اللي احنا فيه يعني تمرين صبح وليل فطبيعي يعني. بس ان شاء الله قدام مش هيكون في اخفاق زي كده تاني يعني ان شاء الله. لا وما فيش حاجه صعبه طبعا، كله باراده ربنا طبعا، احنا بنتعب صبح وليل تمرين ولسه لحد دلوقتي طبعا، فده يعني حاجه كويسه لينا عشان النهايات ان شاء الله ربنا يكرمنا بالاربع وخمس بطولات اللي احنا ندخلهم. فانا شايف ده افاده لينا طبعا، تعبانين ومحملين وبنين على نفسينا، وده طبعا عشان خاطر اخر الموسم نقدر نفرح النادي والجمهور ان شاء الله. بدانا الماتش ما كانش احسن حاجه النهارده بالذات البدايه، محملين جامد الفتره اللي فاتت عشان الماتشات كتير، بنلعب ماتشين في الاسبوع، بس في ادوار كتير قبل ما نوصل للنهائيات، فاحنا اهم حاجه ان احنا نوصل للنهائيات باعلى فورمه ممكنه. فيمكن يعني كان في شويه تعب، تمارين كتير صبح وبعد الظهر، بس يعني ممكن يبقى في احسن من كده اكيد. الارهاق مش عذر يعني، بس درس كويس ان احنا نتعلم منه، ان احنا مفيش ماتش سهل، اي ماتش
هتبدا نص نص، هيحصل زي ما حصل النهارده، بس درس كويس لينا ان شاء الله لقدام. الحمد لله احنا بنتكلم قبل كل ماتش، قبل كل ماتش يبقى في اجتماع. الفولي اكيد بنتكلم فيه، بس بنتكلم على انك ازاي تحضر الماتش، ازاي تبقى نازل مركز بادئ او مش بادئ بس، فبتحاول تنفذ الحاجات اللي الجهاز الفني بيقول عليها سواء فولي او كتحضير للماتش، والحمد لله ربنا كرم يعني النهارده. طبعا احنا ماتش النهارده بيلعب فريق ترسانة برده، فريق محترم وكويس. بقالنا يومين بنحضر الماتش دوت، اول جيم بس حصل كده دروب، بس قدرنا نلم نفسنا الحمد لله وقدرنا نكسبه. بعد كده الجيم الثاني والثالث الحمد لله قدرنا نفرد السيطره من اول جيمين، والحمد لله كسبنا فريق سكور الحمد لله. احنا من ساعه ما بدانا اصلا مع المستر فرناندو بنتمرن كل يوم صبح وليل، طبعا ومدرب الاحمال الكابتن شريف طبعا ده شغال جامد جدا مع اللعيبه ومحملين جامد، عشان طبعا الفتره دي مش الماتشات دي بنستعد لها للماتشات اللي جايه ان شاء الله. الدور اللي جاي لعب معانا سموحه وسبورتنج، فبنستعد لهم كويس جدا من خلال الماتشات دي. طبعا احنا بادئين الموسم كله مش الفتره دي بس تمرينتين في اليوم، معسكر ومعسكرات كتيره طبعا مع مستر فرناندو، فاحنا الحمد لله مقسمين الحمل مظبوط يعني. والدنيا ممكن تكون في اول الماتش مش احسن حاجه، الفرقه بتتجانس مع بعضيها بس وبناخد على بعض يعني في الملعب، في تركيبات بتتعمل، بس الحمد لله بنقدر نلم نفسنا في الاخر يعني وبنرجع تاني الحمد لله. التجانس ده موجود من بدري او موجود من اول الموسم فعلا، لان الكبار دايما مش محسننا بفكره او بالفجوه اللي هي بيننا وبينهم في التمرين او في الماتشات عامه، لا بالعكس، هو لو انا احسن من واحد كبير هو بيسيبني العب مكانه، مش احسن منه هو بيخليني يعني بيصلح لي. فرق كبير يعني طبعا في السن، بس الحمد لله قدرنا نتجانس ونحل المشكله دي يعني، مفيش فرق كبير، مش حاسين بالفرق يعني في الملعب.